تيست مايك تيست مايك الله 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 تمام. ده تحدي بيني وبين الكابتن حسام عاشور، هنسال بعض اسئله ونشوف مين فينا اللي هيكسب، فان شاء الله باذن الله اكسب الكابتن حسام عاشور. جاهز يا كابتن؟ انا جاهز. ماشي. انت تسحب ولا انا اسحب الاول؟ حضرتك كبير في حضرتك تسحب الاول. ماشي يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يطلع هو. الاجابه دي في 5 ثواني. ماشي. 5 × 5 + 5 = 5 = 5 قلت انا كده 5 × 5 + 5 = 5 5 × 5 = 25 + 5 = 30 + 5 = 25. جدع، برافو عليك برافو عليك. الفلوس بتاعت ابويا جابت نتيجه. ابوك كان صاري مش قوي لما عيال بقى. السؤال ده حلو قوي وانا عارفك مثقف، بما انك لعبت، احنا لعبنا كاس عالم كتير فروحنا اليابان او روحنا كذا دوله. ما هي عمله اليابان؟ الين. اللعيبه. لا انا هجيبك قوي في الحاجات دي. ما هو اكبر محيط في العالم؟ المحيط الهادي. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السؤال ده شكله كبير قوي. ده عارف بس غريب شويه. هو مش سؤال، هو حاجه يعني، بيقول لك خد سيلفي مع اللي جنبك وارفعها على انستجرام. هو ما عندوش انستجرام. أوقف أي حد معدي وخد معاه سيلفي. أوقف أي حد؟ آه. تعال أنت بتقول إيه؟ بلاش ده، الناس مش هتحبه. ما يبقى وزير الحلقة ده. إكسكيوز مي ماي فريند. كم؟ إكسكيوز مي ماي فريند. أي نيد سيلفي ويز يو. نو التليفون. معيش تليفون أنا. هات. سوري. ده بقول لك ايه، ده بيظبط الجاكيت. ها؟ famous in Egypt. Good. انا بقى اللي عليا الدور. ما هي الدولة التي استضافت كأس العالم 1998؟ كأس العالم 98 فرنسا. ما حدش يقدر يكسبها. ده سؤال يعني فيه تفكير شوية بس محتاج ناس في هندسة يعني. كم ثانية في النص ساعة؟ كم ثانية في النص ساعة؟ كم ثانية في النص ساعة؟ الإجابة في 10 ثواني. هنقول الدقيقة فيها 60 ثانية. 900. يبقى 30 دقيقة فيها كام ثانية؟ 900. ألف وثمانمية. جوابها صحيح؟ إجابة صحيح بدون أي مساعدة. يا عم أنتوا الأسئلة كلها اللي جايبينها لسعد دي سهلة جدا. في أي مدينة يقع تمثال الحرية؟ تمثال الحرية؟ في أمريكا. إيه؟ في أمريكا. غلط يا باشا. في أي مدينة يقع تمثال الحرية؟ في نيويورك. أنت قلت أمريكا. أنت قلت أمريكا. طب ما أمريكا دي يا كابتن البلد. أي مدينة؟ نيويورك. نيويورك. لا نيويورك يا كابتن. نيويورك يا كابتن. السؤال بص قد إيه الورقة؟ بص السؤال ده. انا في الساحة واقف لوحدي. وانت واصحابك ليه باصين؟ انا جمهور واقف في ظهر نمبر 1. اقرا هذه الاغنيه باللغه العربيه. تمام. انا ممكن ساعدك. انا في الساحة. ثواني. انا في الساحة واقف لوحدي. لا مفيش وحدية. وانت صح. وانت واصحابك ليا باصين.
بصينا عربيه مش مشكله. انا جمهوري واقف في ظهري نمبر 1 رقم واحد بقى. لا مش رقم واحد بقى. عربيه رقم واحد وانتم تعلمون او ايوه الجهلون المفتون. انا عايزك يعني السؤال اللي هو اللي اتقال ده انا عايزك تجاوب عليه باللغه العربيه عشان انت افصح مني باللغه العربيه. بس عشان انت مدرس لغات يعني انا في الساحه اقف لوحدي وانت واصدقائك ليا ناظرين. انا جمهوري واقف في ظهري انا رقم واحد وانتم تعلمون ايها الشعب. وعجب. بسم الله. يا خراب يا محط. ليه الأنفد اجدد حيوان؟ ليه الأنفد اجدد حيوان؟ هي هو سؤال بس اجابته فيها فانتازيا شويه. ليه الأنفد اقدم حيوان؟ اجدد حيوان. اجدد حيوان كل حاجه جديده لا لسه ايه لسه ايه عشان لسه بشوكو. انت كويس ساعدتك يا غنى. ثواني بس افتح البتاع. ليه الحمار الوحشي اقدم حيوان؟ عشان ابيض ولا اسود؟ اجاوب بقى ولا انت ماسك ايه؟ لا استنى ده انا قلت ايه؟ ده انا قلت الاجابه. استنى لا عيده ما تقوعش جدا. والله خليها ماشيه. خليها ايه؟ اصبر يا عم. طب ما خلاص انا جاوبت. ثواني بس انت كده قلت السؤال والاجابه. طيب انا هسالك ليه الحمار الوحش اكبر حاجه؟ عشان انا بدوس. انا عارف بقالك فتره ما بروحش المدرسه. لا لا اللي تشالنج بيني وبين كابتن سعد سمير خلص ويا رب يكون ال ايه؟ سم الله بس. التحدي منه من الكابتن عصام عاشور خلص وزي ما هو شايفين بيلم الفلوس. ويا رب يكون عجبكم ويبقى خفيف كده. وبشكرك يا كابتن. شكرا يا كابتن سعد. انا مبسوط انك كنت معاك النهارده. شكرا يا كابتن سعد.